له بإيده ويقشر له سيارة تتزمر له. Thank you.
شكرا شكرا أنا اسمي موي 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 موي. شكرا. إلي أبو يزبي بونجور. بونجور. حضرتك المسؤول عن المطعم، خبرنا كيف بتنسقوا مع اليونيسف؟ نحن خان المقصود يلي هو تابع لأركانسيال، أركانسيال تحديدا تشتغل مع يونيسف كرمال اللاجئين السوريين وكرمال اللبنانيين لحتى نساعدهم. التنسيق بيكون على نحن مع كخان المقصود، شغلنا على الأرض كيف بيحبوا النشاط يكون موجود، هذا شغلنا مع يونيسف كخان المقصود. كأركانسيال كل شيء معقول يجيبوا تمويل يجيبوا نشاطات لأركانسيال. عم نشوف عدد كتير كبير عندكم من الأطفال، بعتقد أكثر من 500 طفل بمناسبة اليوم الطفل العالمي. خبرنا إذا المطعم عندكم بيستقبل هالأعداد هيدي الكبيرة وكيف بتنسقوا معهم؟ نحن نقدر نوصل للألف طفل، ما عندنا مشكل. كيف مننسق؟ هي يونيسف وأركانسيال تحديدا بيبرموا يشوفوا وين الأولاد يلي هن بحاجة لحتى نساعدهم. نحن كأخان مقصود بيأمن الأكل، كأركانسيال بتأمن كل شيء أكتيفيتي للأولاد. هودي هن يعني اللي بالطريقة، يعني فينا نوصل تقريبا للألف شخص. تستقبلوا غير اليونيسف وغير الأطفال؟ أكيد Save the Children بيجوا لعنا، بيجوا لعنا OTI، بيجوا لعنا IMC، كل تقريباً الـ NGOs اللي جايين من برا عم نشتغل نحن وياهم لحتى نساعد الطفل، لأنه شو ما كان دينه، شو ما كان طيفته، شو ما كان من أي بلد له حق بدنا نساعده فيه، يعني لو كان لبناني أو غير لبناني الكل بده يعيش طفولته. Malabares. 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 Atrás. Chisto. Malabares. Atrás, por favor. Shukran. Chisto. Thank you.
بونجور. بونجور ايهان. سيلين سرسو جايين من بيروت مع بروجرام اليونيسف، خبرينا شو النشاط اللي عم تعملوه اليوم؟ فاليوم عملنا ايفنت كبير استقبلناه هون بمركز اركانسيال مع كل فريق حماية واركانسيال موجودين هون، و كومباني اسمها ويبكور اللي هي كمان الامبلويز تبعها نزلت على الارض وحبت تحط يعني كل جهدها تقدر تقدم لهالاطفال اللي مرات تعرفوا حالتهم صعبة وعيشتهم صعبة. عنا لاجئين بس في كمان لبنانية معهم تنذكرهم انه هن اطفال واولاد وتنقدر نعيش سوا كلنا سوا هيك دقيقة هيك محبة وتسلية ونتذكر انه كلنا اطفال وحقنا بالطفولة وحقنا بالتسلية. مين نظم هيدا المشروع ورعاية مين؟ في شركاء كتار نظموا هذا المشروع منهم أركانسيال، حماية، ويبكور، ليبانيز فود بانك ويونيسف اللي هن قدموا شو اليوم اللي هن كلاونز وذاوت بوردر اللي هن عالم جايين من بلدان يعني متعددة البلاد كل واحد جاي وعم بيقدموا هالشو لهالأطفال. ومثل ما عم بتشوفوا هلا كل الأطفال مجمعين عم بتفرجوا على الكلاونز وذاوت بوردرز تبع يونيسف. الأطفال من وين منشوف في أكثر من جنسية وخبرينا أكثر عن الأطفال المشتركين. الأطفال المشتركين في من اللاجئين، في من الأطفال اللبنانيين اللي استقبلوا هول اللاجئين على مناطقهم، وعنا كمان يعني أطفال من حتى أولادنا إجوا يشاركوا بهالإيفنت. أخرتها كلهم أولاد، أخرتها كلهم موجودين هون تيتسدوا تسلوا يقضوا نهار حلو. وهذا هو يعني كان التشالنج الكبير اليوم إنه نقدر عن جد نحسسهم بهيدا الشيء. شو غاية هالمشروع لما بتجمعوا لاجئين مع لبنانية وشو الغاية منه؟ الغاية منه انه مثل ما قلت انه نتذكر انه احنا اطفال، ننسى الجنسية، ننسى انه كل واحد جاي من بلد وكل واحد جنسية ونحن كل واحد غير عن التاني. لا، نحن كلنا اطفال، نحن كلنا حقوقنا هي ذاتها، حقنا بالطفولة، حقنا بالتسلية، حقنا نتعلم، حقنا ناكل، حقنا فكل هول الحقوق، حقوق الطفل اللي بنحكي عنهم عادة اللي مش كل الاطفال بيعرفوها. نحن بنعتبر كلنا انه ايه هيدا الشيء اكيد كلنا بنعرفه بس مش كلنا بنعرفه. مرات حتى الاطفال بيصيروا يسمعوا قصص وهيك وهيدا الشيء بيخلق مثل هيك صعوبه بمحل، وهيدا الشيء نحن اكيد بنحب انه نستفادوا ونذكر هالاطفال انه نحن كلنا اطفال والانسان انسان من وين ما كان جاي. اكيد ميرسي لك، ميرسي لكم وميرسي على وجودكم هون اليوم معنا. نحن اكيد بنعيد كل طفل وين ما كان باي بلد، ان كان بلبنان او ان كان برا، كل سنه وانتم بخير.